أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من كل ذنب ومعصية من كل ما يخالف دين الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت حق قبول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أودعنا هذه الكلمتين شهادتين والاستغفار عندكم يا سيدي يا رسول الله وعندك يا سيدي يا سلطان الأولياء وعندك يا سيدي ومولاي وهم لنا وديعة عندكم يوم القيامة يا من أرسلكم الله تعالى رحمة للعالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 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 استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 استغفر الله
سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 استغفر الله استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله من كل ذنب ومعصية من كل ما يخالف دين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الطريقة من كل ما يخالف الحقيقة من كل ما يخالف المعرفة من كل ما يخالف العزيمة يا أرحم الراحمين يا الله استغفر الله العظيم واتوب اليه 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 استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه 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 استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه 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 استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه 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 استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه 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 استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم
استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه 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 استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه واتوب اليه استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم واتوب اليه 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 استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه توبه نصوحه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عورتي وآمن روعتي واقض ديني اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا نور النور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا ربنا من الظلمات إلى النور يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال اللهم أصلح أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم اغفر لأمة محمد اللهم استر أمة محمد اللهم احفظ أمة محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين فاعف عنا واغفر لنا اللهم يا غفار الذنوب ويا قديم الإحسان ويا محيي العظام ويا فتاح القلوب ويا ستار العيوب اسقنا الغيث سقيا رحمة ولا تجعلنا من القانتين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمين 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 بحرمة طه وياسين وسلام على المرسلين خصوصا على سيد المرسلين وسلامة على الحاضرين والغائبين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وحضرة أستاذنا وأستاذ أستاذنا والصديقيون الفاتحة. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدت وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فصلاة الفجر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاتى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر والساعة أمر والساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك اللهم العظيم ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اكشف عنا من البلايا ما لا يكشفه غيرك اللهم اسقنا الغيث سقيا رحمة ولا تجعلنا من القانطين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم افتح لنا فتحا قريبا وأنت خير الفاتحين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. على رسولنا صلوات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذوا سنة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما خذيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس.
سبحانك يا عظيم سبحان الله سبحان الله. دائما الحمد لله. رب العالمين تعالى شأنه الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا. صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين. والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن نمة المجتهدين الماضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية. قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضرحتهم المباركة وأعاد الله تعالى علينا من بركاتهم وفيوضاتهم دائما. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام البررة أجمعين. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره تكريمة ومغفرة. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته وخضع كل شيء لملكه واستسلم كل شيء لقدرته. والحمد لله الذي سكن كل شيء لهيبته وأظهر كل شيء بحكمته وتصاغر كل شيء لكبريائه. اللهم أيقظنا في أحب الساعة إليك يا ودود يا ذا العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة في الجنة. اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا ربي زدني علما. وصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم رزقنا الله وامتازوا اليوم أيها المجرمون أعاذنا الله ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون آمنا بالله صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم جل جلاله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل
القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر جل جلاله المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله وجلت عظمته ولا إله غيره الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أحد يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد 11 times بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى 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 آل محمد وسلم صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد
عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين بهم بإحسان، وعن الأئمة المجتهدين الماضين، وعن العلماء المتقين، وعن الأولياء الصالحين، وعن مشائخنا في الطريقة النقشبندية العلية، قدس الله تعالى أرواحهم الزكية، ونور الله تعالى أضرحتهم المباركة، وأعاد الله تعالى علينا من بركاتهم وفيوضاتهم دائما. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام والأرواح إخواني من الأنبياء والمرسلين خدماء شرائعهم، وإلى أرواح الأمة الأربعة والأرواح مشائخنا في الطريقة النقشبندية العلية، خاصة إلى روح إمام الطريقة وغوث الخليقة خواجة بهاء الدين النقشبندي محمد واسي البخاري، وحضرة أستاذنا مولانا الشيخ محمد ناظم الحقاني، وأستاذ أستاذنا سيد الشيخ عبد الله الفائز الدغستاني، وسائر ساداتنا والصديقين وأهل ختم الخواجة كان، وإلى جميع أموات وأمات المسلمين والأمة عامة أجمعين، وجميع من وصانا واستوصانا بدعاء الخير رضاء لله تعالى. الفاتحة. آمين. تقبل الله. آمين. آمين. الحمد لله.